بس يا اخوان شالت اليافطة رفعت اليافطة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الاستجواب. يبدأ الأخ السيد المستجيب سيد العضو محمد سالم جويهل بشكل وقت كما أعلن الأخ الرئيس وفق اللائحة ساعة ونص. تفضل. حط لي صورة فوزي خالد السلطان الأمريكي. أنا أرجوك 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 خلقك 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 أقعد وجعل أنا دي أنا دي الجلسة أنا دي الجلسة أنا دي الجلسة. تفضل خلقك خلقك استريح استريح استريح. الوقت ساعة ونص الوقت ساعة ونص توقيت ابدأ. تفضل. ما بي ساعة ونص. تفضل حنا حط ساعة ونص مو تكتب. أنا بسأل وزير الداخلية. تفضل. قوم اسحب صورة هالمزدوج هذا وانا اكتفي بالساعة ونص وما بيها. بس بالنص الساعة راح تشوف امور مزدوجين قاعدين تحت. راح اوريك اللي تجنس على راي امه وراح اوريك اللي تجنس وابوه مات بدون. واكتفي بالساعة ونص اختصار وابي تجاوبني. أنا بالله لا تنتظرون اللي يستحسن يسجل برا على طول. ها أنت لازم تضبط القعدة وهذه قعدة اليوم استجواب فعليك إدارتها. وإذا أنت ما تديرها ويديرونك اللي تحت هذا أمر يهمك. وخلي التاريخ يسجل هذا الكلام ولا تبقق عيونك لأن احنا ما نعرف ايش تقول. أنا أكتفي بالساعة ونص خلي الوزير يقوم يجاوب. إذا بس تفضل أخ الوزير. تفضل أخ الوزير انتهت الساعة ونص. تفضل أخ الوزير. بس يا أخوان تفضل اخ الوزير. اخ الوزير تفضل. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرئيس ودي أني أعرف على أين الطارد. بس بعرف من عندك على أين الطارد. أنت ترد الاستجواب قدم لك والاستجواب في محاور والاستجواب يفترض أنك غرد غرد ما ورد فيه. الساعة ونص اللي تعطى للمستجيب تعطى له حتى يشرح استجوابه. إذا هو مكتفي وما قدم كتابة أنت لك ترد. إذا أنت أيضا ما عندك رد قول ما عندي رد المجلس. لكن أنت الاستجواب أمامك وسلك في الوقت المناسب. طلبت بيانات ورد عليك بغض النظر عن كفاية الرد هذا عدمه. وبالتالي أنت الآن مطلوب منك ترد على ما ورد في محاور الاستجواب اللي جاك مكتوب. واضح لمن ماشي الأخ الرئيس.
إذا كان الأخ العضو المستجوب اكتفى بالساعة ونص، أنا اكتفي بعد بالساعة ونص، وهذه ردودي أسلمها للأمانة. أسلم الردود والأمانة تقدر تعطي حق الأخوة الأعضاء عشان اختصر الوقت. أخوانا أمام وضع المستجوب، قدم استجوابه، المستجوب قدم استجوابه. اسمحوا لي يا أخوانا، اسمحوا لي، مع كل تقديري للكلام اللي قال الأخ وزير الداخلية والنائب رئيس وزير الداخلية، هذا كلام غير صحيح. في استجواب أرسل، الاستجواب تضمن بيانات معينة، تضمن معلومات معينة. هو يقول لك أنا اكتفي بما قدمته، فهل اكتفائك أنت يعني تسليمك بما رد فيه؟ لا أرجوك، ما في نظام، خلاص ما يبي. راح أعطيه نص، راح أعطيه نص ساعة والنص ساعة خلاص، تفضل. بس يا أخوان، ما أدري وجهه، أنا دي هرجان. المستجوب مكتفي، المستجوب ما يريد يرد. تفضل الأخ المستجوب، الأخ محمد سالم جوير، أرجوك خلاص، مالك دور أنت، مالك دور أرجوك.